اليوم يا اخوان موضوعنا عن المطاعم. ليش المطاعم؟ لانه كثير من الشباب العرب اللي بيهاجروا على امريكا بيحكي لك انا مش مشكلة ابلش شغل اجلس حون من اول ما اوصل عشان يأسس حياته بعدين يتجه للبزنس تبعه او الدراسة. خليكم معنا اليوم لنتعرف على اسرار المطاعم وكيف الشغل فيها وكيف الرواتب وهاي الامور وكل التفاصيل اللي ممكن تهمكم. مرحبا كابتن علاء. اول شيء مرحب فيك اخونا ابو ابراهيم، يعني تصدير قديم من ايام الاردن، ايام تصوير رياضي. اتمنى لك التوفيق لانه شغله مش غريبه عليك، انت انسان مميز حتى من ايام الاردن. تسلم. اسمي علاء جابر، من مواليد الاردن، مقيم في امريكا من تقريبا 7 سنوات. كنت لاعب سابق في الاردن، لعبت فوتبول اللي هو بيحكوا هنا ساكر 20 سنة. بلشت وانا عمري 12 سنه في نادي الام، نادي شباب الحسين، وانهيت مسيرتي في نادي الرائع، نادي يرموك عمان. كيف بلشت في المطاعم؟ انا كانت بدايتي زي ما حكيت لك، جيت زياره هنا على امريكا بالاول. باول بدايه بتكون صعبه دائما، يعني اول نقطه حكى لي اياها هو صاحب الشغل، انا ما راح استغلك انك ما معك اوراق، ما عندك لغه. فكان يحاسبني على 59 ساعه 250 دولار. واو، يعني هيك ما بده يستغني بالاول، وانا مو يعني انسان خلينا نحكيها منطقيا شوي ضعيف، انه ما معي اوراق ما معي لغه. فزادني بعد شهر 25 دولار، والشهر اللي بعده فاشتغلت معه تقريبا 5 اشهر، انهيتهم على بعتقد 300 دولار او 350 25 دولار. ليش دخلت تحديدا مهنه المطاعم؟ لانه الحمد لله حلال، رزقها حلال، ما فيش فيها مشروبات او مثلا خنزير، من هذا المبدأ. وخاصة هذا المطعم، لأنه في مطاعم فيها مشروبات وخنزير. الشاركس لا. شو بتبيعه؟ شو المنتجات بتبيعه؟ تشيكن، عدة أنواع، مثلا تشيكن وينجز، تشيكن تندر، مثلا عندك أنواع سمك. سمك. والشريمز. في مطاعم عندهم ساندويش، في مطاعم ما عندهم، أنا ما عندي ساندويش. أول ما بيجي الشباب على أمريكا خاصة المهاجرين بقول لك إحنا بدنا شو ما نبلش، يعني شو ما صح لنا شغل بنشتغل، إن شاء الله بنجلس حون. برأيك بعد هالتجربة خيار صحيح؟ أنا من النوع اللي جيت هون اشتغلت أول شيء في الجليس هون. صح. يعني اشتغلت فترة صغيرة في المطعم هذا وبعدين. يعني هاي أنت مثلا كنت بلشت من جليس حون، الآن تمت يعني عندك تملك مطعم، الحمد لله شريك في مطعم. راح يأخذ رزقته هالإنسان، راح يأخذ رزقته، بس المهم إنه يشتغل ويكون راضي في اللي الله كاتب له إياه، فربنا راح يكون معه أكيد. احكي لنا عن موضوع الدخل لعامل المطعم. مبدئيا نفرض إنه حدا جاي مثلا ما بيعرف شيء، بدك تبلش أقل شيء على 10 11 أو 12 دولار، بدك تعلمه وتعطيه. بس يعني هيك معدل الرواتب من 10 إلى 11؟ إنسان ما بيعرف. اه ما بيعرف شيء. نو هسه معدل الرواتب من 16 دولار، وفي ناس بتعطي 20 حسب المنطقه. يعني نحكي على الايست سايد، المنطقه الاخطر، منطقه العصابات، بيطلع ممكن هناك 18 يعني 20. كل ما كانت المنطقه خطره بيعطوا رواتب اعلى. بيعطوا رواتب اكثر. طب كم ساعه بيشتغل في اليوم؟ كل بيعرف انه بنحاسب على الساعه كل اسبوع. الطباخ اللي بده مثلا معلم ومتمكن من شغله بيحصل له من 160 مثلا، ممكن يوصل 200 وشوي. يعني أسبوعية الشغيل قديش ممكن نحسبها؟ يعني ممكن من نحكي من 800 ل 1200. نعم. والمعلم؟ المعلم هذا. هذا المعلم الشغيل يعني اللي بده يتعلم، ممكن تكون أسبوعيته من 400 يمكن ل 600 حسب كم ساعة أنت بتجيبه. 400 ل 600، والمعلم من 800 حكينا ل 1200 تقريبا. فمثلا طب أنت بتنصح مثلا طلاب الجامعات واللي بدرسوا يشتغلوا في هاي المطاعم ولا لا؟ في كثير طلاب جامعات بيشتغلوا بعد، في إشي بيشتغل بعد دوامه، وفي إشي بيشتغل معك في الأيام العطل مثلا جمعة سبت أحد. أمور اللي بتواجه خلال اليوم، كل يوم بيكون عنده نفس الاحتمالات موجودة، اللي هي مثلا ممكن طباخ يقول لك أنا تعبان اليوم ما بدي أجي، أو كاشير تقول لك أنا مثلا ما عندي بيبي ستر، أو مثلا ما بدي أجي. يا سلام. في كثير بتصير الأمور هاي، يعني مش مرة ولا مرتين، يعني إذا بمر عندك بالشغل يومين ثلاثة بدون أي مشاكل فأنت إنسان محظوظ محظوظ جدا. طيب هون في أمريكا زي ما بنسمع
مش زي بلادنا العربية بتلاقي مثلا المحل في 10 شغيلة ومليون واحد بيشتغل لأنه رواتبهم صاحب المحل بيقدر يأمنها. بس هون في أمريكا راتب العامل كثير عالي، يعني أنت بس تحكي عن 200 دولار أو مثلا 150 دولار في اليوم، ممكن صاحب المحل هو يوقف بدل العامل ويشتغلهم يوفر حاله أجرة العامل، لأنه الأجور هون غالية. الإيجابيات وشو السلبيات؟ من الإيجابيات بعتبر أنه بيشتغل مع عرب، سهل أنك تتعامل معهم، رزق حلال ما فيش فيه الحرام، شغل سهل أنك تتعلمه، سهل أنك تكبر فيه. السلبيات إذا بتشتغل مع عرب ممكن ما تتعلم اللغة كثير، في بعض مناطق خطرة مش راح يكون مثلا مع عيلته خاصة إذا كان متزوج. كيف الواحد يبلش مشروع المطعم؟ في البداية بده يعني يبحث عن لوكيشن، منطقة ما تكون مناسبة له، الاسم برضو مهم، إضافة إلى خدمات المطعم، أكلك، نظافة أكلك. هل في شهادات معينة لازم الطباخ يمتلكها؟ لازم الطباخ لازم يكون عنده شهادة صحية من المدينة اللي هي السيدة اللي بيشتغل فيها. المانجر موضوع تاني، له شهادة تانية، صاحب الشغل له موضوع. نصيحة للناس اللي حابين يشتغلوا في المطاعم بشكل عام، إنه الإنسان يتقي الله في شغله. لما تعمل أكل لازم أعمل زي أكل أنت بدك تأكله، تعامل مع الشباب اللي بيشتغلوا معك بشكل منيح، تعامل مع الزبائن بشكل منيح، محلك يكون منيح، أكلك والباقي على رب العالمين. حلو. بعد هجرتك لأمريكا هون تنصح في الهجرة؟ نظرة أهل البلاد بتفكر إنه أمريكا ممكن يعني سهل جدا إنك تلم المصاري، أرزاق من رب العالمين، أيام أنت بتنجح حالك من ناحية المصاري، بس ما بيعرفوا إنه إحنا العرب بشكل يعني عام ما بنشتغل إلا عند المناطق خطرة، إنه خطرة في فيها الشغل. يعني مرات واحد بيطلع من بيته بتشاهد على حاله، الله أعلم يرجع على بيته ولا لا، وشوفنا كم كثير حالات. شو نصيحتك لهم بس يجوا؟ إذا بده يجي على أمريكا بده يكون عنده تحمل، بده يكون عنده يعني يتعلم أول شيء اللغة، بده لغة عشان ينجح. إذا كانت عنده صنعة بنصح، يعني مثلا في كثير صنعات هون لو الإنسان ناجح. اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات إذا جيتوا على هاي البلد وصح لكم تشتغلوا في جلي الصحون، هل بتشتغلوا هاي المهنة وبتبلشوا حياتكم من هون؟ وصلنا نهاية حلقتنا، لا تستدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، تقريبا وصلنا ل50,000، خلينا نوصل القناة الآن ل100,000 بدعمكم المتواصل، وسلام. الأكل جاهز، خلينا نجرب طبخات الشيف علاء. Yeah, I'm calling about your Google My Business.